إذا ما أقبلت على شربة الماء فقسمه أثلاثا. اشرب أول جرعة وقل بسم الله واشربها، ثم انتهي من الجرعة وقل الحمد لله، وابتدئ الجرعة الثانية وقل بسم الله، وانتهي منها وقل الحمد لله، ثم اختم بالثالثة وقل بسم الله، واختمها بقولك الحمد لله. إذا أخذت شربة ماء بهذه الطريقة التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما كان في جوفك ذلك الماء فلم تحدثك ذرة بمعصية الله. وجربها يوما في نفسك، جربها يوم في نفسك.